الخبير التصميمي والمونتاج الاحترافي عبد الله جواد طاهر التاجر. الفنان الإنسان شخصية عالمية استثنائية وحالة من الإبداع في زمن قل فيه المبدعين. أحلامه فياضة كشلال منهمر لا يعرف التوقف ولا يعرف على مسارح المجد وفي ميادين الفن. رسالة فنان إنسان نهل عشق البحرين منذ الحروف الأولى، نضل في ميادين الثقافة وقرأ في كتاب الحياة، فعبر إلى المجد من باب الفن الإنساني. يتميز بعين ذكية، فقد استطاع الوصول بالعين المجردة إلى أعمق مفاصل الإنسان وأحاسيسه. جسد بتصاميمه وأعماله الإنتاجية احترافية المميز صورة الحياة بأدق تفاصيلها ومعانيها، وذهب عميقا في استحضار المعنى والشعور من خلال الصورة وحركتها الصافية. أفلام ثقافية وعلمية لجميع التخصصات، وأفلام لشخصيات مهمة من رجال وسيدات الأعمال أنجزها عبد الله تاجر، وكلها أعمال مزدحمة بقوة الفعل ونشاط الحركة وصحوة العقل والوعي الرصين. غاص بالصوت والصورة والحركة في تفاصيل القضايا التي تشغل الإنسان في كل زمان ومكان. لامس الجرح والعذاب والأمل، وكان الصورة النابضة بالحياة. عبد الله التاجر حائز على بكالوريوس مونتاج وتصميم من المملكة المتحدة، ودبلوم تقنية المعلومات من جامعة البحرين. خبير تصميم ومونتاج احترافي، له أعمال وأفكار احترافية على بعض القنوات الفضائية الخليجية والعالمية. صمم العديد من الأفلام الثقافية والعلمية لجميع التخصصات، وعمل كثيرا من الأفلام لشخصيات مهمة من رجال وسيدات الأعمال. عمل في مطار البحرين الدولي لقسم الاتصالات، في شركة البحرين للاتصالات، في شركة DHL، متنقلا بين دول أوروبية وشرق أوسط، مع المجموعة العربية للتأمين كمشرف على قسم الكمبيوتر، مدير عام شركة الدوائر المتكاملة للأنظمة والمعلومات، مشرف مشروع في شريقة نقل وتجارة المواشي في دولة الكويت، وكيل لشركة AIM INFO في دولة البحرين والتي مقرها دبي، في شركة سميث أند كين العقارية الدولية والتي مقرها دبي، في جريدة أخبار العرب أبوظبي كمدير للتسويق، مديراً للعلاقات العامة بالمدرسة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة أم القيمان. عمل الكثير من الأفلام لفنانين تشكيليين وبعض المجلات الخليجية المعروفة، وأفلام إعلامية وثقافية. له مشاريع على المستوى العالمي، ميدل إيست نيو بوكيت، حيث تم تسويق المنتج على شركات عالمية وشركات طيران. وبعد، فخر للأمة العربية أن يكون أحد أبنائها خبير تصميم فذ بحجم وقامة وقيمة ومكانة. إنه عبد الله تاجر، فهو يقول ما يريد وما يريد أن يقوله الآخر، ومن خلال تصاميمه المميزة يحرك المشهد الراكد بحيوية إبداعية راقية
جدا، صابرا مثابرا للوصول إلى هدفه ومبتغاه، ألا وهو النجاح ورفع شأنه وشأن تصاميمه الرائعة.